هلا والله، رجعنا لكم بلعبة كينجدوم. نسيت احط السماعة الثانية، يبدو اني من زمان ما سجلت، انا اسف. صار لي فترة مرة طويلة ما سجلت مقاطع، خليني احط سكيب دقيقة بس احط بوز عشان اتكلم. قلنا نكمل لعبة كينجدوم، اتذكر انها كانت تعجبكم اللعبة، نبغى نكمل وقلت اني راح اخلصها، يعني راح احاول اوصل الى ابعد يوم اقدر اوصله. في عندي كم مقطع زيادة مسجل ان شاء الله انه ينرفع في اقرب وقت، المعذرة 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 على التأخير في تسجيل المقاطع. خلينا نرجع لكينجدوم. خلنا نشوف، انا نسيت كيف العب اللعبه، اما نسيت بس يعني نسيت شوي مو بواجد، لاني صار لي فتره مره طويله ما لعبت، جدا ما لعبت اشياء كثيره ما لعبتها. عندك قروش، اتذكر من التعليقات اللي كانت مكتوبه تحت انه هذه مزرعه، اذا سويت المزرعه يعطيني فلوس اكثر، اذا اعطاني فلوس اكثر معناته تطلع فلوس اكثر. اوكي ما فهمت ولا لا؟ زين الليل خلنا ناخذ القروش من هنا، ان شاء الله دفاعاتنا تكون كويسه باذن الله. ما بطور المملكة حقتي شوي مو بالحين، يبغالها فترة بس بسيطة. ابغى اشوف اللي عندنا هنا وينهم، هذولهم هنا متكين. عندكم قروش ولا ما عندكم؟ ما عندهم قروش، اوكي ما عندهمش قروش. علموني تحت في الكومنتات، غيرت الإضاءة اللي انا استعملها، بديت استعمل شيء اسمه الرينج لايت، لمبة كذا مدورة حقت مكياج هي اظن بس ما ادري، حسيتها حلوة فبيمديك ترفعها وتنزلها. يعني هذا صوت، هذا نور مره قوي بس احب النور الخفيف مره، الاضاءه الحلوه. فاعطوني خبر اذا كانت كويسه ممتاز، اذا ما كانت كويسه علموني يعني عشان اعرف. يبغى لي اطور هذه خليها اقوى، واطور الدفاعات اللي عندي هنا، بس مثل ما قلت بروح ابدا اطور من الجهه اليسار اكثر. يوم 12 ناخذ قروشنا، جميل جدا. نبدا نطور من هنا، بطور المزرعه، ابى اشوف ايش يصير في المزرعه اذا طورتها، ابى اشوف اذا تعطيني فلوس زياده ولا ايا كان يعني، وبشوف اذا كان في اوادم نقدر نجيبهم من الجهه هذه بعد. خلينا نطور المزرعه، يا عندنا قروش ممتاز، عندنا قروش كثير بعد. عندنا ناس هنا، تعالوا بلينك بلينك. اوكي يلا روحوا، ابى اشوف عندنا شيء هنا زياده، اتذكر انه كان عندنا هنا شيء. خلينا نجيب الغزال، اوه في ناس هنا بعد زيادة، يلا ارجع، ابغى اجيب الغزلان اللي هنا، اتذكر ان هنا كان في البوابة اللي تخوف، ما ابغى اروح لها. يمدينا نطور هالشيء بس ما ابغى اطوره الحين لانه بعيد عن مكاني، فيبغى لي اقرب له شوي. قلت تجيب لي ناس، عجلوا شوي، نودي نرجع الغزلان للمدينة للمملكة حقتنا. حلو جميل جدا. اذكر مره جربت العب وقد قد 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 الكلام انه لقيت حصان اسود، الحين ما لقيت، ما عاد لقيت حصان غير الحصان حقي اللي بديت فيه، فغريبه صراحه ما ادري ايش السالفه. الله اكبر على القروش الزينه. الظاهر يبغى لي اوظف لي واحد من هذول هنا، ما يمدينا نسوي شيء زياده لانه اصلا اساسا ما عندهم حيوانات، لسه ما جاهم شيء. شوف اذا في اوادم هنا قبل لا يجي الليل، لا تتعب يا حصان. اوكي شكله ما في شيء هنا، نرجع له في الصباح، نرجع له في الصباح احسن شيء. في الليل هنا الوضع يخوف الحين. مره مبسوط ان في ناس كثير منكم قاعدين يلعبون اللعبه وقالوا لي انهم خلصوها، فمره مره شيء خرافي ترى. وصلوا اماكن بعيده او وصلوا اليوم اللي مدري كم، ومره مره مبسوط صراحه، جدا مبسوط. بطور المملكه حقتي دام ان عندي الفلوس لها، ف يعني عن الخاطر. حلو. هذا يقول لك هنا يمين وهذا يسار. بس وش هذه؟ يعني ليش؟ وش الفرق لو يعلمني يسار ولا يمين؟ يمكن هذا منتصف الـ 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 المملكة؟ مستحيل. اوكي وصلنا اليوم 13. حلو. جميل جدا. خلنا ناخذ اشيائنا. ابى اشوف هذا الفتحي وش لازم اسوي بالضبط. اوكي هذا يعطي سايث، اوكي. حلو جميل جدا. فقبل اتوقع قبل لا يجون هنا لازم اطور لي دفاع من الجهه هذه اظن. خلنا نجيب لنا ناس تشتغل. ما ابغى الغزاله ذي، خلي ولي، خلها تولي الغزاله. بروح من الجهه الثانيه اشوف اذا في حيوانات اجيبها للناس عشان يصيدونها. وهذا اعطاني قروش واجد. اوكي هذا صار معي، في مسكين متسول عندي في البتاع. اوكي حلو، خلني ازيد الدفاعات حقتي، اسوي لهم رمح و اوكي ما عاد عندي قروش، خلصت قروشي. موسيقى جميلة،
اوكي الكنيسه من ذا الجهه. اوكي انا لازم اجيب ذا الغزلان ذي. اوه في الميرشنت هنا. اوه هذا الحصان الاسود. هذا الحصان الاسود. اوكي هذا الحصان الاسود بثلاثة قروش. ما عندي ثلاثة قروش المسكه. ما بقى عندي الا قرش واحد. فوهقه والله. يبغالي ارجع. دام انه انا خلاص صرت بعيد. لازم ارجع الحين بسرعة. اوكي معي قرشين. لا ما معي الا قرش واحد والله. بس هذول الظاهر عندهم هذول صادولي اشياء وعندهم قروش بيعطوني اياها. السلام العمال حقيني. العمال حقيني يا ولد. اوه والله العمال حقيني انبلعوا ما ادري ايش جاهم. شكله ما عندي دفاعات هناك انا. الظاهر ما عندي دفاعات في ذيك الجهة. يبغالي احط دفاعات هناك. نسيت احط. سويت لي انا زي المكان بس انه ما سويت لي الدفاع الظاهر. اظن. يبغالي اتاكد. اوكي جميل جدا. جاتنا الضرايب. خلنا نزيد من هذول اللي يدافعون. الله اكبر. الظاهر ايه الظاهر الدفاعات هنا خبطت شوي بحكم انه ما في احد عنده سايث. هذا مسكين خلنا نعطيه قروش. شكرا. هذا غالي ابن الكلب بس ايش اسوي له عاد. ابغاه يجمع لي اللي هنا المزرعه لان اقرا في الكومنتات كثير ناس قاعد تقول لي انه المزرعه ترى شيء مره كويس. المزرعه مره شيء خرافي. فببدا اطور انا بالجهه هذه اكثر. ابغى اوادم زياده. تعالوا احتاج اوادم. دائما تحتاج اوادم في كل وقت. الظاهر انه ما بقى انه ما عندي عمال واجد. يبغى لي اتاكد من العمال بس ابغى اطور من ذي الجهه انا اكثر. اوكي اكيد ذول عندهم قروش. يب والله صادق اللي قال لي انه المزرعه تدخل لي فلوس مره كثيره. شكرا على المعلومه الجميله لانك انقذتني صراحه. اوكي نحتاج دفاعات. دائما تحتاج دفاعات. ما عمره صار يوم انك ما تحتاج دفاع. بس احتاج عمال بعد. فيبغالنا نسوي عمال. ما ننسى دائما نسوي عمال. اوكي نشوف هذول صادوا. يب الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رباه. نشوف هذول صادوا لنا شيء. اعطونا عندهم قروش والله. يعني كم من قرش ما اعرف ليش هذول هنا اكثر من هناك. ما ادري وش السبب. مستغرب صراحه. بس خلينا نشوف. لا الظاهر هذا مو بالبلاد مون. البلاد مون الظاهر في يوم 15. احنا اليوم في 14. ف ننتظر الصباح لين يجي نشوف شو يصير. اوكي يبغالنا نطور الباب هذا. الباب هذا مرة مهم. يبغالنا نحطه مرة عالي واقوى شيء. اوكي خلنا نطور الباب الجهة الثانية بس نزيد لنا من الصيادين. اوكي جميل جدا. نسوي لك واحد عمال. اوكي يبغالنا نزيد دفاعاتنا هنا مثل ما قلت. زيد هذا. شكرا. سو هذه وسو هذه. حلو. الله اكبر. هذه بعدين لاحقين عليها بس خلينا نسوي هذول اول. هذه مهمه عندي. شكرا. خلينا نزيد عمال. ظاهر ان عندي عامل. ظاهر عندي واحد او لا ما عندي متسولين. احتاج متسولين زياده. فخلنا نزيد هذا هنا. هذه اخر دفاعات عندنا الظاهر. هذا ما عندهم قروش. الظاهر الحين البلاد مون بيجي فلازم انتبه. فيبغالي خلنا نطور هذا بدري. شكرا. يبغالي احط دفاعاتي هنا بس ما عندي عمال. المشكله معاي الحين في العمال. ما عندي عمال. كانها مشكله صدقيه في السعوديه. ما عندك عمال ابدا. هذا يلا سريع 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 على المملكه. الله يستر. الظاهر هذا الحين يوم 15. لازم انتبه الحين. هذا البلاد مون الحين يجي. شايل هم الحين. مرة شلت هم لاني ما ادري اذا العمال بيمديهم انهم يخلصون شغلهم قبل الليل. الله يستر. ولا عندي عمال هنا. ما عندي الا عاملين اصلا. والمتسولين اللي جايين اثنين ذول شكلهم مطولين.
اوكي الحين بيجي البلاد مون. الله يستر، لايكو سويت نفس الغلطة اللي سويتها قبل. تكفى ارحم امك. ما ادري اذا هو البلاد مون الحين ولا لا. الظاهر انه ايه البلاد مون. لا مو بلاد مون. كويس كويس مو بلاد مون. فان شاء الله يمديهم على الدفاعات ذول. الله اكبر عليكم. خبر البلاد مون كل 15 كل 5 ايام يصير فيه بلاد مون، بس ما ادري اذا ذا تغير الشيء تغير ولا لا، ما ادري. اوكي نايس، وصلنا اليوم 16 اتوقع، هذا اظن يوم 16 اذا ماني بغلطان يعني. فخلنا نبدا نطور هنا عشان يبدون يزيدون الدفاعات حقتنا من الجهه اليسار، ونشوف وش اللي نقدر نزيده يعني نسويه. ابغى اجيب لي متسولين زياده عشان العمال، ابغاهم يشتغلون. ما عندي عمال، عمالي كلهم خلصوا. خلنا نسوي لنا واحد من هذا لانه احتاجه للمزرعه، هو اللي بيصير حق المزرعه حقتنا. هذه نقدر نقويها اكثر بعد. حلو. خلنا نشوف اذا في متسولين هنا ولا لا، نقدر اننا نقول سوينا شيء جميل اليوم. اوه في واحد. حلو، في واحد ممتاز، واحد زي منه ولا شيء. يب هذا يشيل الزراعه، هذا يقعد يشيل الزراعه ويعطيني قروش عليها، فممتاز ذا مره. يبغانا نجيب منه زياده. انا اشوف انه وقت مناسب نوقف هنا. الله يعطيكم العافيه، ان شاء الله ان المقطع عجبكم. اذا حابون ان شاء الله اني بكمل اللعبه الين انهزم ولا اخلصها، ما ادري وشو اخر يوم اصلا. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك، جدا جدا يفيدني. ابى اشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه. تيكير، كيب سمايلينج، سلام عليكم.